أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. أحبائي المشاهدين، برحب فيكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان لن تترك نفسي في الهاوية. هذا الموضوع أحبائي قالوا يعني داود النبي بروح النبوءة قبل 1000 سنة عن شخص المسيح، قال هذا الكلام بحسب مزمور 16. والرسل في العهد الجديد اتكلموا جدا عن هذه الآيات الواردة في مزمور 16 اللي قالها داود عن شخص المسيح، وأكد الرسل رسل القديسون يعني رسل المسيح انه داود عظامه موجودة بعد لا تزال في القبر، وكان يقصد عن المسيح الذي سيأتي من نسل يعني من ذرية داود بحسب الجسد، لكن هو الرب الإله المتجسد الذي تأنس وأخذ الجسد من العذراء مريم المطوبة. بنعمة الرب أنا سعيد جدا أن يكون معنا ضيفين مباركين ونشكر رب من أجلهم، الدكتور الفاضل بروفيسور الأسيس ميشيل عوض، وطبعا هو معي بالاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ونشكرك من أجلك. أهلا بك سجون، ومرحب بك مرة تانية في عودة بعد فترة من هذا البرنامج. وإحنا نشكرك كثير لأجل هذه الضيافة التي تضيفنا فيها، وإحنا نشكرك لأن هذه الضيافة تضيف إلينا محبة أكثر وعمق روحي أعمق في كلمة الله المبارك، ونشكرك لأجل هذه المواضيع التي يضعها الروح القدس على قلبك لكي ما يزداد عزيزي المشاهد حكمة ومعرفة في كلمة الله المباركة. نصلي للرب أن يباركك وأن يتمجد فيك وأن يزيدك في كل عمل صالح مع خدمتك المباركة، مع هذا البرنامج، مع قناة الكرمة التي تقدم لنا المزيد من هذه المواضيع المتفاضلة التي أنت تتفضل بها، فنشكرك كثير لأجل هذه المحبة ولأجل هذه النعمة المتفاضلة في شخصك. أشكرك جدا، وأنا دائما فخور بتشجيعك لي شخصيا، وفخور طبعا في الرب اللي ساكن فيك بحضرتك، ونشكر رب من أجل النعمة اللي موجودة فعلا اللي موجودة بحياتك. معنا أيضا أحبائي كمان خادم الرب الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا، راعي الكنيسة الأسقفية الأسقفية العربية بميلبون، وطبعا رح يكون معنا الأسيس الدكتور فرج رح يكون معنا على الزوم. رح ناخد بنعمة الرب التعليق الأول من حضرة الدكتور ميشيل ونتواصل حالا مع الدكتور الأسيس فرج حنا. أسيس حضرتك طبعا بتحب تعطينا مقدمة لأنه هذه الآية حلوة كتير، وطبعا هي مش بس آية فريدة لكن في آيات كثيرة من هذا النوع تؤكد أنه المسيح كان لازم يموت ويقوم، وده بيعطينا أيضا رجاء لأنه نحن بحسب المفهوم الروحاني ككنيسة جسد المسيح، مكتوب لأننا جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. فإيه اللي ممكن نقوله في البداية لو سمحت؟ نقول في البداية إن هذه الآية بتعطي رجاء. وهذا الرجاء هو الذي كان عند داود، فداود بيتكلم على رجاء عنده أمل، حتى أن داود في يوم من الأيام قال هذا الكلام في مزمور 118: لا أموت بل أحيا. لكن كتب داود هذه الكلمات بروح النبوة، وكان يتكلم من ضمن أنبياء العهد القديم عن مجيء الشخص المبارك ربنا يسوع المسيح. وإن كان كتب هذه الكلمات فهو لم يكتبها من ذاته، لكن مكتوب عنه إنهم من رجال الله المسوقين من الروح القدس، فهم لم يكتبوا من ذواتهم ولا من أنفسهم، لكنهم كتبوا مساقين بنعمة الله وأيضا بقوة وإرشاد الروح القدس. فقد تنبأ عن هذا عن شخص الرب يسوع المسيح إن لا يمكن
أبدا أن القبر يمسكه، وأنه حتى وإن وضع في القبر لكن القبر لا يستطيع أن يضبطه. وإن عملوا كل الترتيبات لكي يأخذوا حذرهم من قيامة السيد، زي ما كتب متى في أصحاح في إنجيل متى أصحاح 28 إنهم ضبطوا القبر وختموه، أصحاح 27 عفوا، ضبطوا القبر وختموه على أمل أن المخلص لا يقوم أو لا يأتي تلاميذه ليسرقوه، لكن النبوة لابد أن تتم بحذافيرها. فداود تنبأ عن قيامة الرب يسوع المسيح، وعن أنه لا يمكن للموت ولا للقبر أن تمسك رب الحياة. فكيف يكون رب الحياة ممسكا من الموت وهو الذي يعطي حياة؟ فإن كان هو يعطي حياة فكيف يسود عليه الموت أو تسود عليه أي الهاوية أو القبر؟ وللتأكيد في هذا الموضوع فإن اثنين من كبار الرسل اللي موجودين في كلمة الله المباركة استشهدوا بهذه الآية. الأول هو الرسول بطرس، استشهد بهذه الآية في سفر الأعمال أصحاح 2 أمام جمع غفير جدا يسمعونه، الذين جاءوا في يوم العنصرة أو يوم الخمسين ليحتفلوا بهذا الموسم في أورشليم. ففي رسالة بطرس أو في خطاب بطرس الشهير الذي تحدث به في أعمال أصحاح 2 ذكر هذه الآية. أما الرسول الآخر وهو الرسول بولس أمام حشد واسع في أنطاكيا في أعمال الرسل أصحاح 13 استشهد أيضا بهذه الرسالة، وقال بأنه لا يمكن أبدا أبدا أن الرب يسوع المسيح يمسك في القبر أو أنه يسود عليه الموت. لذلك لم تترك نفسي في الهاوية. سأشرح كلمة الهاوية فيما بعد، لكن سأعطي هذه المقدمة الروحية البسيطة، لكن سنفهم فيما بعد ما معنى الهاوية وما وضعها وأين هي وأين مكانها وما كلام المفسرين عنها وما كلام المعاجم الإنجليزية والعربية في هذه الكلمة. سوف أشرحها بشيء من التفصيل، لكن بعد أن نأخذ مقدمة أخرى من الفاضل الأسيس فرق. آمين آمين، أشكرك جدا حضرة الدكتور. طيب أحبائي، رح نتواصل مثل ما قلت البداية مع الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. أهلا وسهلا حضرة الأسيس، ربي باكك. أهلا وسهلا حضرة الأسيس، بركة كبيرة، ربنا يدينا وقت رائع مع حضرتك مع الفاضل معلمنا دكتور ميشيل، ربنا يبارككم ويبارك حضرتك. يمكن أنا بصلي النهاردة لكل إخواتي اللي بيسمعونا أن ربنا يدي تعزية وربنا يشيل كل قلق وكل خوف من الناس اللي بتخاف من الموت الجسدي. زي ما قال حضرة أسيس ميشيل أنه النبوة دي اللي جت عن الرب يسوع فيها رجاء لكل إنسان مؤمن بالرب يسوع، ومش بس رجاء حقيقي، ده كمان طمأنينة وتعزية. يعني أكيد بقيامة الرب يسوع المسيح وانتصاره على الموت إدانا كمان إحنا غلبة وانتصار على الموت. أحلى ما قيل عن الرب يسوع لما المريمات وصلوا للقبر قال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات، ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال. يعني هو قال وقام، فنشكر رب لأنه لينا رجاء، لينا إله حي. الموت الجسدي حقيقي بيوجع، بيسبب ألم لما بنفقد إنسان عزيز علينا أو قريب علينا، ويمكن في ناس دلوقتي بتسمعنا وهي متوجعة ومتألمة من اختطاف إنسان عزيز عليهم، لكن أنا بصلي النهاردة أن ربنا يشيل كل خوف من قلوبنا، وصلي أن كل مستمع النهاردة يتبني عنده رجاء وثقة ويفكر أن الحياة قصيرة، وأنه كيف أنا ممكن أواجه قساوة الموت زي ما حكى دكتور ميشيل، اللي لينا رجاء
في الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات. أمين. أشكرك جدا وشرفت البرنامج حضرة القسيس والرب يباركك. وطبعا بالمناسبة أحبائي بما أنه ونحن اخترنا الحلقة هذه خاصة أنه رح نتكلم فيها عن حبيبنا وأخونا الفاضل القسيس وزلي إسكندر اللي سبقنا إلى المجد لأنه توفى من فترة بسيطة، واتفقنا بنعمة رب أنا والدكتور الفاضل الدكتور ميشيل والأسيس أيضا فرج أنه نعمل حلقة نتكلم فيها قليلا أيضا عن سيرة الراحل. وفي فيديو أخذته صورته أنا وعنده بالمستشفى حوالي 4 دقائق رح نشوفه بنعمة الرب. حضرة المخرجين جهزوا لنا الفيديو حتى نعرضه بعد قليل، لكن بدنا نتكلم قليلا مثل ما سمعنا من الدكتور ميشيل والأحبة والدكتور فرج. رح نتكلم قليلا عن موضوع هذه الآية الهامة. بعد ما نشوف الآية الهامة أنه كيف المسيح بيقول الكتاب المقدس بمزمور 16، بدي أخذ جزء من الآية 8 و9 و10 و11. بيقول داود بروح النبوءة، وكان الكلام كما قلنا عن شخص المسيح لأنه المسيح جاء من نسل داود بحسب الجسد، يعني إنسانيا المسيح أخذ جسد لكن هو الله الظاهر في الجسد. فبيقول داود عن المسيح بيقول جعلت الرب أمامي في كل حين. ويمكن نسمعها قليلا لو من حضرتك بعد قليل لو سمحت دكتور، إنه إزاي الرب بده يجعل الرب أمامه، فده موضوع بيعمل شوية التباس على حبايبنا المسلمين خاصة، وأنا مبلومهم لأنه موضوع شائك شوية على ذهن البعيدين. فبيقول داود جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. لأنك عم يتكلم مع الله، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. وكلمة تقيك أيضا فسرت في العهد الجديد لن تدع قدوسك يرى فسادا، مش قديسك. كلمة القدوس يعني الله. معقول الله يكون داخل على الهاوية؟ أكيد الله لا يموت، بس اللي مات هو جسد المسيح إنسانيا. وبيقول أيضا تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. فأنا رح أسمع بنعمة الرب، نعمة الرب هيك يعني توضيح لو سمحت حضرت الدكتور، واللي بقودك فيه الرب أمين. هنا بنجد شقين موجودين معانا، عنصرين قد لا يدركهم القارئ ولا سيما القارئ المتسرع الذي يقرأ بسرعة. ففي بعض الناس تحب تقرأ بسرعة لكنها لا تتأنى. لكن كلمة الله المباركة تعلمنا دايما أن إحنا يكون عندنا تأني في قراءة كلمة الله. وعندما نتأنى في كلمة الله بنلاحظ أن فيها شبع ودسم وفيها معرفة كثيرة. هذه الآية زي ما حضرتك قلت وتفضلت، نفس السؤال الذي سأل الرب يسوع لتلاميذه. إن كان داود يعني داود يدعوه، قال الرب لربي اجلس عن يميني. خد بالنا من هذا المقطع. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ لقدميك. فهذا بيرينا الأقانيم وهي تتحدث مع بعضها. وأنا لا أريد أن أدخل في متاهات علشان العزيز المشاهد لا يضيع بين الأسيجون وبين ميشيل، لكن عاوزين أنه يكون متحد معنا فكرا وقالبا. فالهدف من هذا الكلام هو أن احنا نفهم وندرك. فقال الرب لربي، من ربي ومن قال؟ الاثنين هنا بنشوفهم أنهم الأقنومين الحلوين، الآب والابن. فالآب يقول للابن اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئ لقدميك. إذا كنا فهمنا هذه الفكرة البسيطة هنقدر نفهم هنا هذه الكلمات، جعلت الرب أمامي. وهنا يتكلم الابن الكريم اللي هو الرب يسوع المسيح الذي قال يوما من الأيام من رآني فقد رأى الآب، لأنني أنا والآب واحد.
فهو يتكلم، داود بيتكلم بروح النبوة، لأن داود زي ما قال عنه بولس وقال عنه بطرس في الشاهدين اللي سبق أن ذكرتهما، اللي هو في أعمال أصحاح 2 وأعمال أصحاح 13، أن داود مات ورأى فساد، ويقول عنه بولس أن قبره موجود عندنا حتى اليوم. فربما يوجد شاهد مكتوب عليه هناك هذا قبر الملك داود، أو شاهد آخر مكتوب عليه هذا قبر الملك سليمان، أو شاهد آخر مكتوب عليه واحد من القديسين. أما قبر الرب يسوع المسيح فلا يوجد عليه شاهد، بل إن وجد عليه شاهد سيقول هذا القبر فارغ، وكان فيه الرب يسوع المسيح، لكنه ليس هو ها هنا، لكنه قام. إذن هنا الأقانيم المباركة متحدة بعضها مع بعض. وما أعظم هذه الكلمات المباركة الذي يقول فيها جعلت الرب أمامي مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، لكن كل حين. والسبب لأن الله الآب موجود بصفة دائمة، والله الابن موجود معه بصفة دائمة، اتحاد تام وبصورة كاملة وفي صورة مباركة. ولذلك لا يمكن أبدا أن ينفصل عن بعضهما. وكيف للآب الذي أعطانا ابنه المبارك وبدله لأجلنا جميعا، كما قال هو أنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، فكيف يعطينا ابنه ثم يتركه في القبر بدون قيامة وبدون رجاء؟ وهنا نتساءل، هل لنا مثل هذا الرجاء في المسيح يسوع؟ نعم، الذي قام سيقيمنا أيضا، إذ قيل عنه الذي أقام ربنا يسوع المسيح سيقيمنا أيضا نحن معه. فهذه هي نبوة عظيمة مباركة وضعها داود أمامنا لنفهم هذه الكلمات المباركة. وبيقول فيها هنا بتعرفني سبل الحياة، إن الرب مش محتاج معرفة، لكن سبل الحياة هو طريق الحياة. ومن هو طريق الحياة؟ ارجع إلى يوحنا أصحاح 11 واسمع ماذا قال السيد لمريم عندما قالت له أنا أؤمن بأن أخي سيقوم في اليوم الأخير. قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. شكرا لله لأنه أعطانا هذا الرجاء، وفيه أي في المسيح الذي لم يترك في القبر ولا في الهاوية، ولا توجد عظامه محفوظة كما حفظ بني إسرائيل عظام يوسف. فإن كانت عظام يوسف محفوظة، لست أدري هل محفوظة حتى الآن أو ليست محفوظة، هذا ليس موضوعنا ولا نبحث فيه، لأن التاريخ يكتب كما يقول. لكن إحنا نثق تماما بأن لا جسد الرب يسوع ولا عظام الرب يسوع ولا أدلة للرب يسوع ولا أكفان للرب يسوع موجودة في القبر الفارغ، لكنه قام منتصرا على الموت ولم يترك في القبر. أما نحن فإذ كنا نترك في القبر بحسب ما قال هو، أنت تراب وإلى تراب تعود. لم يقل أنت تراب وإلى تراب تعود، لقلنا إني لنا مسلك آخر أو طريق آخر، لكن لأنه أوصى بأننا تراب وإلى تراب نعود. لكن الشيء المدهش في حياتنا هو أنه يوما من الأيام أن هذا التراب سيلبس سماوي لكي نكون معه كما وعد وقال حيث أكون أنا تكونون أنتم. طيب أيضا النقطة بس الأخيرة لو توضحنا يا لو سمحت، أنه النبوءة دي مش عنا كمسيحيين، دي موجودة في الأسفار المقدسة عن بني إسرائيل. نعم. واحتفظوا فيها. النبوءة هو قال الرب لربي. أي. مزمور 110. أي. وبذات الوقت بنو إسرائيل ما تعثروا فيها أنه عندهم ربين
وهم يؤمنوا بالإله الواحد. فليت بس لأنه أنا بهمني كتير حبايبنا المسلمين ما يتعثروا في هذا الموضوع لو سمحت. لو طولنا قليلا على أسيس فرج. هذا ليس فيه تعثير. نعم. ولا عدم أو ربما صعوبة بإدراك ليست صعوبة إن فهمنا متى 28 والعدد قبل الأخير. نعم. وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يس. فإذا فهمنا إن لنا أقانيم ثلاثة في واحد والثلاثة هي ليست واحد زائد واحد زائد واحد لكن هي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لكن نحن نؤمن أن الآب في الابن في الروح القدس، فعندما نضرب واحد في واحد في واحد فالمجموع يساوي واحد. فالآب جدول ضرب وليس جدول جمع. لا هو جدول ضرب وليس جمع. فنحن لا نجمع لكننا نحن نضع كل الأمور. أنا في الآب يعني واحد في واحد، وواحد في واحد يعني واحد. نعم. والروح القدس في الآب والابن يبقى واحد في واحد يساوي واحد، فنحن لا نجمع لكننا نقول أن ثلاثة أقانيم في شخص واحد وهو الله المثلث الأقانيم. أمين. فإذا الأحباء مثل ما سمعنا من الدكتور ميشيل الفاضل، يعني مهم جدا نفهم أنه النبوءات هي مش عند المسيحيين، هي عند بني إسرائيل، احتفظوا فيها، استماتوا للدفاع عنها. مهما تسمع أخبار أنه غيروا بدلوا، لا، الكتاب بالحفريات بالأثار كله موجود، بالمخطوطات آلاف المخطوطات موجودة تؤكد أنه ما وجد في العهد القديم وبأيدينا كمسيحيين. لأن في ناس كثير بيأمنوا أنه الكتاب تحرف وفي ألف غلط وفي شغلات، حتى اللي قالوا لك أنه في أشياء فيها خطأ عنا تفسير لها، لكن نحن ما بنقدرش رد على كل واحد قالنا تعال فسر لي تعال فسر لي. نحن بنحاول نشرح بالكتاب يعني بالحلقات قدر الاستطاعة، لكن عليك عزيزي أنك أنت تبحث وتسأل، وأيضا الرب حيوديك على الخط. نعم. نعم. عندما نقول إن هذه الكتب موجودة عند بني إسرائيل بمعنى أن هي عندنا كمان، لكن هي عندنا أصلا. نعم. لأن الكتب هي كل كتاب واحد وليست كتب، قصدي أسفار العهد القديم. أسفار العهد القديم، لأن بني إسرائيل ما آمنوش بالعهد الجديد كذا. أسفار العهد القديم. نعم. والتي اقتبس منها الرب يسوع المسيح الكثير. يس. وقال لنا هذه الكلمات في يوحنا 5، فتشوا الكتب وهذا هي الكتب التي قال عنها الرسول بطرس وعندنا الكلمة النبوية. yes. فهي أسفار عند العهد القديم وعندنا نحن أيضا في العهد الجديد، ونحن نتمسك بها لأن هذا هو الوحي الكامل في كلمة الله المباركة، سواء عهد قديم أو عهد جديد. أمين. أشكرك جدا أسيس فرج، معلش طولت على حضرتك، بس بنعود على حضرتك شوية زيادة بموضوع الحوار. طبعا يعني نحن عندنا رجاء كبير، وكما صار مع الرب يسوع كابن الإنسان، في آيات بتقلنا مثلا، أنا رح بقرأ آيات بس للسرعة، بكورنثوس الثاني مثلا، بكورنثوس الثاني 4:14 بيقول عالمين أن الذي أقام الرب يسوع، الرب يسوع هنا بإنسانيته لما مات، سيقيمنا نحن أيضا بيسوع. وأيضا برومي 8:11 وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات وبرجع بعيدة كابن الإنسان سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. كورنثوس الأولى 6:14 والله قد أقام الرب يسوع يعني وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. وبعدين بكورنثوس الأولى 15:21 فإنه إذ الموت بإنسان يعني بآدم الأول أيضا قيامة الأموات، يعني بإنسان أيضا قيامة الأموات، يعني متنا بآدم لكن نحيا في المسيح، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. في آيات كثيرة، بس حضرة الأسيس بدنا نسمع من حضرتك شوية توضيحات، إنه لا يمكن الآيات اللي قال الوحي المقدس الله حاشا أنه يكذب فيها أو يخدعنا، لهذا صار عندنا رجاء إذا جاز التعبير فوق الحد. وعشان هيك نحن مثل ما قال النبي داود عن المسيح جسدي أيضا يسكن مطمئنا، أي بمعنى يستقر في القبر 3 أيام وبيقوم. نحن أيضا لو ضلينا عشرات ومئات السنين لما يجي الرب رح يقيم أجسادنا. تفضل يا محبوب. أكيد حضرة القسيس، يعني
كلمة الله صادقة ورائعة لما نفهمها. أبدأ بشيء عملي، إنه في ناس كتير جدا بيخافوا من الموت، لدرجة إن في ناس بتدور على الموت بتنتحر لأنه مش عايزة تعيش وكرهت الحياة، لكن رب يسوع جاء لكي يعطينا حياة ويعطينا أفضل. الناس لما بتفقد معنى الحياة ممكن ترتكب جرائم الانتحار، فالإنسان ممكن يموت كإنسان وممكن يموت بالجسد، ففي فرق بين الاثنين. يعني ممكن إنسان تلاقيه عايش بس هو ميت، ولما الإنسان يفارق الحياة ده اسمه الموت الجسدي. اللي صعب بالنسبة لينا بين البشر مش موت الجسد، أنا بتوقع أن اللي صعب جدا حاليا هو موت الإنسان روحيا وأخلاقيا. إحنا كمؤمنين من كل الآيات اللي حضرتك ذكرتها أروع شيء نحن نعلم، نحن نعلم المؤمن عنده يقين، المؤمن عنده إيمان، المؤمن يعلم بماضيه ويعلم بحاضره ويعلم أيضا بمستقبله. في الماضي الكتاب المقدس بيقول نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، إحنا عارفين أن الماضي بتاعنا اتغفر بقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات، وفي الحاضر برضو نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وبالنسبة للمستقبل الكتاب بيقول نحن نعلم أنه إن نقد بيت خدمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. إحنا عندنا ثقة تامة إنه لينا رجاء ولينا حياة بعد ما تنتهي الحياة الوقتية الأرضية. الثقة دي مش مصدرها صلاح الإنسان، لكن الثقة دي مستمدة ومأخوذة من إعلان الكتاب المقدس الصادق والأمين. أكيد كل مؤمن عايش هنا على الأرض بيتعرض لحياة صعبة، بيتعرض لضغوط، عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا بيقول إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد. الموت الجسدي يا حضرة القسيس مش هو موت النفس، عشان كده الناس مفكرة إنه لما الجسد يموت ويندفن خلاص كل حاجة انتهت، لكن الموت الجسدي مش هو موت النفس. عشان كده الرب يسوع قال إيه؟ ألا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن خافوا بالحري من الذي له سلطان أن يلقي بالنفس والجسد كلاهما في جهنم. النهاردة ربنا بيودي رسالة لكل واحد بيسمع وبيقول أنا رايح فين. ربنا عايز يسمع من كل شخص يتأكد إن حياته هنا هتنتهي، لكن المهم أنا رايح فين. موت الجسد مش هو النهاية، ده بداية البداية، يعني في بداية بعد انتقال الإنسان. وليه أنا بقول إن موت الجسد مش هو موت النفس؟ أنا بتأكد بالنسبة لي كمؤمن وكل إخواتي المؤمنين إن حياتي على الأرض مرصودة من الله، والله عارف كل أيامي، ومش هتنتهي حياتي على الأرض إلا لما ربنا يتمم كل ما شئته وقصده في حياتي. عشان كده أنا مش قلقان إمتى الموت هيجي، لأن زي ما قال الدكتور ميشيل في الأول أنا عندي رجاء. الموت لما يجي، موت الجسد اللي هو اسمه انتقال بالنسبة للمؤمن، كان في الكنيسة الأولى يعقوب مد هيرودس إيده عليه وقتله، لكن كانت خدمة يعقوب انتهت، خلصت لحدنا. كان عايش معاه بطرس لكن خدمة بطرس ما خلصتش. عشان كده في انتقال المؤمن لما يكون لي وقت من الله وفي خطة من الله أنا مستمر، أنا حياتي مستمرة لحد ربنا بيأذن. ده اليقين اللي عندنا، نحن نعلم، إحنا مش عايشين بالصدفة ولا عايشين عشان مش عارفين إيه اللي مستنينا بكرة، لا، ده إحنا عندنا يقين وعندنا إيمان كامل، نرقد في حضرة الرب. كتاب بيقول الراقدين بيسوع المسيح. وأنا كمان مش بخاف من الموت الجسدي، لأنه وقت لحظة انتقال المؤمن بتلاقي الملائكة بتحيط بالمؤمن والرب يسوع نفسه قائم لاستقبال هذا المؤمن. وده الكلام اللي قاله الرب عن استيفانوس
وده اللي خلى بولس الرسول يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. وإحنا في وعي كامل وإحنا في يقين كامل إنه لو تأنى الرب وحياتنا لم تنتهي على الأرض سيأتي الرب لاختطافنا. وأنا منتظر من الدكتور الفاضل الدكتور ميشيل يكمل لينا موضوع الهاوية ويشرح لينا شرح وافي عشان إخواتي المشاهدين كمان يعرفوا إن المؤمن حياته هنا لما تنتهي ليه رجاء، ليه حياة أبدية. الرب يسوع منتظره زي ما قال اللص اليوم تكون معي في الفردوس. فالمؤمن عنده يقين ويعلم تمام اليقين إنه لما تخلص الحياة هنا على الأرض هو رايح للسماء إلى بيته الأبدي بحسب وعد الرب، أنا ذاهب لأعد لكم المكان. والرب أعد المكان فعلا، الرب أعد المكان لكل مؤمن. يا بخت كل إنسان بيسمعني دلوقتي يقعد ويحاسب نفسه لأن الحياة قصيرة. وده الهدف من الحلقة دي النهاردة، إنه الإنسان زائل، أيامنا كعجب، أيامنا أسرع من عداء، أيامنا كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وإحنا مكملين في الحلقة، أنا بصلي ربنا يكلم كل إخواتي المشاهدين ويعطينا حياة الاستعداد الحقيقي إن إحنا نستعد للقاء إلهنا. طبعا أحبائي كما قلت في البداية في أول الحلقة أنه نحن رح نعرض فيديو قصير. بالحقيقة أنا لما زرت حضرة الأسيس الفاضل الأسيس الراحل الأسيس ويزلي سكندر، طبعا انتقل إلى السماء وصار في أحضان المسيح كما قال الرب يسوع للص التائب من زمان، قال له الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. فالشخص اللي بيموت من المؤمنين والمؤمنات روحه بتصعد إلى الفردوس كما قال المسيح بحسب لوقا الأصحاح 23. فطبعا صورته بالمستشفى وطبعا قلت له أسيس أنا راح صور، إذا الرب أعطاك الحياة أمين بنعرضه بالبرنامج، إذا الرب ما سمحش ورحت لعنده أمين نحن ما عندناش خوف من الموت فأمين كمان رح نعرض الفيديو ده بالتلفزيون حتى بعد رحيلك. قال لي ما فيش مشكلة. فالحلو بالأسيس ويزلي أنه مسلم للرب، طبعا كان متمسك بثقة أنه الرب ممكن يشفيه، لكن بذات الوقت كان عم بيجهز تجهيزات متنوعة وحتى حكي مع الأسيس الفاضل الدكتور ميشيل قبل بأسبوعين وحكي كمان مع بتوع دفن الموتى واجوا لعنده على البيت وقال له بتعمل زي ما بقول لك. يعني أنا بتاع دفن الموتى قال لي، يعني المسؤول تبع دفن الموتى قال لي شو قال له، انه قال له بتعمل كده 1 2 3 تمشي بنفس يعني رتب كل شيء، بس عنده ثقة انه يمكن الرب ايضا يسمح ويعطيه فرصة يكمل بخدمته. لكن خدمته انتهت ونشكر الرب راح مرتاح وكان فعلا بسلام عجيب. فحضرة المخرج راح يعرض لنا الفيديو تقريبا حوالي 4 دقائق. انا بفضل اذا في مجال حضرة المخرج انه يوقف لنا اياه كل شيء دقيقتين، ويعني بعد دقيقتين من ناخده وندي بالموضوع حتى نشرح الفكرة اللي كانت عم يطرحها الأسيس ويزلي. حضرة المخرج لو بتسمح تفضل لو سمحت. وطبعا بالمناسبة قبل ما نبتدي بالفيديو أنا بحب أنا وبالنيابة عن الدكتور ميشيل والدكتور الأسيس أيضا فرج من عزي الأخت جريس زوجة الراحل الأسيس الفاضل الأسيس ويزلي والعائلة وكل أفراد العائلة والكنائس والخدام اللي كانوا موجودين. حقيقة نحن حزننا أنه نفارق الأسيس الطيب ويزلي، بس مشيئة الله هي فوق كل المشيئات. نسلم، الله أمر، الله سمح، ليكون اسم الرب مبارك. تفضل حضرة المخرج لو سمحت. ويزلي ربي باركك وربي يقدم لك الشفاء باسم الرب يسوع. خبرتني شهادة حلوة عن مجيء مسؤولة كبيرة في السنتر هون بتاع الميديكال سنتر اللي بيعمل ريسيرشز، يعني بيعمل أبحاث عن مرضى السرطان. بس حبيت أنا أنه أنسجل الشهادة وتكون معانا خبرة حلوة واختبار حلو بعدين أنه إياك مستخدمها فيما بعد. بس ياريت بتخبرنا اللي صار معك حضرتك مع حضرتك من كم يوم، لأنه ده رائع جدا ومفيد للناس تسمعه وتشوف عظمة الرب. تفضل يا محبوب. أنا هنا بقالي 3 أسابيع، ومن حوالي أسبوع الرب ابتدى يتكلم معايا. نعم. وابتديت أسمع صوت الرب وابتديت أتساءل أقول يا رب أنت عايز إيه مني. وبعدين من 3 أيام وأنا نايم هنا على السرير وتيجي الرئيسة نمرة 2
بتاعت الـ Organization of the Cancer Council Center اللي أنا فيه Research Center، وتروح قاعدة جنبي كده على السرير وأنا قاعدة على الكرسي هنا، وتقول لي أنا I'm sorry، أنا جاي أقول لك أخبار مش كويسة. قلت لها ده إيه الحكاية؟ قالت لي حياتك هتنتهي وإحنا ما نقدرش نعمل لك حاجة خلاص، وما فيش قوة تقدر تعمل لك حاجة، حصل لك obstruction في الأمعاء، إقفال إقفال والأمعاء الصغيرة تسدت وما نقدرش نعمل حاجة. قلت لها أنت يعني أنا مش مهم، بس أنا عايزك تقعدي دلوقتي وتفهميني بالظبط من الناحية الطبية بتاعتك إيه اللي حصل للمكنة اللي هنا دي. قعدت معايا ساعة وهي تشرح لي بالتدقيق، وبعدين قلت لها بصي انت بتقولي انك انت سوري وجايبالي باد نيوز ان حياتي هتنتهي، قلت لها انت مش سوري ولا انت جايبالي باد نيوز، انت جيتي تقوليلي النتيجة بتاعت العلم الطبي ايه اللي حاصل في الجهاز اللي جوه الهضم بتاعي، ده انت ما عملتيش حاجة غلط. قلت لها بس في واحد لسه ما قالش حياتي هتنتهي، يس، والواحد ده هو اللي عنده الفاينل كلمة، الكلمة الأخيرة. ورحت مشاور لها على الكتاب المقدس وقلت لها هو ده. بصت لي كده وقالت لي هو ده. قالت لي أنا بكل العلم بتاعي ما أقدرش أبدا أقول لك بالضبط، لكن أقدر أقول لك من الناحية العلمية حسب اللي إحنا شايفينه، لكن هو اللي عنده الكلمة الأخيرة. وطلعت مسيحية مجدا للرب. وبعدين وأنا قاعد بعد ما مشيت قالت لي طب بص أنا حديك مشروب وما أعتقدش إنه هيشتغل، يعني مش هيعمل حاجة، بس أنا حديهولك عشان يبقى كل حاجة في الكتاب عندي عملتها. جابت لي كوباية فيها زي ما محلول لبن كده ومسكر وفي شوية أعشاب وشربت، وقالت لي حديك حقنة شرجية قوية. طيب نشكر رب، وقف المخرج بالوقت المناسب. دكتور رح ناخد من حضرتك تعليق سريع ومن الأسيس فرج تعليق سريع حول اللي سمعته. هل في شيء بتحب تقلنا إياه بهيدي النقاط بالذات مثلا؟ أحب أقول أني أحيانا الطب يصدق يكون صادق، نعم، وأحيانا الطب يكون غير صادق لكنه يقول كلمة مبنية على العلم، يس. ونحن كخدام للرب لا ننكر ان هناك علم، يس، حتى وان كان بولس يعني قال عليه ان العلم ينفخ لكن يوجد علم، yeah. وانا كشخص يعني ولنا بعض العلم كشخص يعني عاصرت هذا الموضوع وفي مجال العلم، نعم، اكثر من 40 سنة، نعم، فانا اؤمن بما يقوله العلم، لكن اؤمن بشيء مهم أن العلم ليس فوق كلمة الله، لكن كلمة الله فوق العلم. فكلمة الله أو العلم يقول أن الحديد لا يمكن أن يطفو، الخشب فقط هو الذي يطفو، لكن في ملوك الثاني أصحاح 6 الحديد يطفو. إذن
منين جبتها دي يا دكتور؟ رائعة جدا. يعني جبتها في الوقت المناسب. فإذا إذا نحن لا ننكر ما يقوله العلم. بس صار في معجزة يومها. بغض النظر نحن لا نتكلم عن المعجزات. لأنه اللي عم يسمعونا يمكن يفكروا نحن عم نتكلم هلوسة. لا ليست هذه هلوسة. أنا جبت الشاهد. قلت في ملوك الثاني أصحاح 6. أنه طفى الحديد. لأنه أليش عن النبي كان موجود. يعني طفى الحديد. نعم. وغرق الخشب. يس. هذا شيء خربط العلم. قلب العلم رأسا على عقب. يس. واخد بال حضرتك؟ العلم يقول أن التين شيء يعني ثمرة حلوة يستفيد منها الجسم. يس. لكن الكتاب يقول أن التين استخدمه أشعياء في أنه يضعه على الملك حزقية فيبرأ. إذن نحن لا ننكر أن هناك علم، لكن من صاحب العلم الحقيقي؟ هو الذي قيل عنه في أصحاح 36 من سفر أيوب: هو ذا الله عظيم أو ليس مثله معلما. فهو كلي العلم. يس. وكلي المعرفة. ومهما وصل العلم إلى أبعد درجات العلم، فإن بولس يقول عنه في كورنثوس الأولى 13: نحن نعلم بعض العلم. فأنا أثق تماما أن العلم يقول كلمة. وقبل أن قال العلم لويسلي الكلمتين اللي قالهم له هو نايم على الفراش، فمن سنة وثلاث شهور قال له: إنك أنت لا تعيش أكثر من سنة، لكن خط السنة وعاش بعد السنة. إذن نحن نؤمن تماما أن الله هو صاحب الكلمة التي قال عنها أرمية في المراثي 3: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ العلم يقول لعازر يموت، أما الله يقول لعازر يقوم. إذن نحن فوق العلم الطبيعي، لأننا عندنا ليس علم ولكن عندنا العليم بالعلم. أمين أمين أمين. فإذن أحبائي مثل ما سمعنا من الأخ المبارك الأسيس ميشيل، العلم موجود ونحن بنصدق أنه العلم له قدراته، لكن الله لما بيتدخل يعني بيقلب الأمور رأسا على عقب كما سمعنا. أسيس فرج لو سمحت، إيه اللي ممكن نقوله بالمقطع ده لأنه بدنا نكمل المقطع الثاني لو سمحت؟ تفضل. أمين. أكيد حتى الأسيس الرب يسوع بقيامته غير مفهوم الموت. نعم. فما فيش عقوبة المؤمن يرتعب أمامها، وده السلام اللي كان عند الأسيس الراحل الفاضل الأسيس ويسلي. نعم. يمكن عشان إخوات المشاهدين يفهموا، إحنا مش بنصدق ده لأنه في قصص بتتحكي. نعم. لكن إحنا بنصدق ده لأنه كلمة الله بتقول كده. أنا زي ما قلت في الأول، ليه ربنا سمح ليعقوب تتقطع رقبته ويموت؟ ليه سمح لبطرس في نفس اليوم أنه يعيش؟ لأنه يعقوب أكيد خدمته خلصت، بطرس لسه مكمل. نفس الفكرة بالضبط. إحنا عندنا أخ في الكنيسة، وأكيد سمعنا دلوقتي الأخ نزار، والأخ نزار دخل المستشفى وقالوا له خلاص، يعني لدرجة أنه مدخليه على التلاجة. ولما روحنا نصلي ككنيسة وابنه، وإحنا بنصلي بدأ صباع رجله يتحرك، وبعد كده بسرعة تاني رجعوا لي العناية، وبعد 4 أيام قام، وبقاله 4 سنين هو موجود كل يوم بيقرأ. يس. كل يوم أحد بيقرأ الرسالة في الكنيسة. لحد دلوقتي. فليه يا رب كده؟ إشمعنا؟ لأنه أكيد أخ لي خدمة، أخ خدمته انتهت، مش معناته عند الله ظلم ولا عند الله محاباة. لا، الله ليه ترتيب، وفي أسرار أكيد إحنا هنعرفها لما نشوفه. مرة واحد سألني قال لي: ليه الرب ما يخليش المؤمن ما يموتش؟ يس. يعني ممكن المؤمن يعيش، يعني الرب يقدر يبطل الموت بالجسد عن كل مؤمن. فأنا قلت له يعني أكيد ربنا بيسمح لينا بالموت الجسدي الانتقال، عشان ربنا مش عايز يربط قلبنا بالأرض. ربنا مش عايزنا نهتم بالموت الجسدي زي ما أنا قلت في الأول، لكن ربنا عايزنا نهتم بالموت الروحي. لأن الإنسان حاليا حتى الأسيس، أخطر حاجة الإنسان دلوقتي بيموت كإنسان، بيموت أخلاقيا، بيموت روحيا. موت الجسد تراب وإلى تراب يعود، كلنا عارفين. لكن الموت الحقيقي دلوقتي اللي هو موت الأخلاق وموت النفس في داخل الإنسان بالبعد عن الله، بتفكرني بالآية اللي في كورنثوس 2:4 اللي حضرتك قلتها
إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما بعد يوما. عشان كده الإنسان الخارج ده اللي المرض بيفنيه والضيقات والتجارب بتفنيه هي نفس الضيقات والتجارب والمرض اللي خلى القسيس ويسلي متعزي. يا سلام، ايه الحكمة العجيبة دي؟ يعني الشيء اللي بيألمني من بره والشيء اللي بيألم جسدي هو نفس الشيء اللي بيخليني أتعزى والتصق بربنا يكون عندي إيمان والرجاء. هو ده السر في حياة المؤمن بقى، وهو ده السر اللي بيخلي المؤمن فرحان ومنطلق لأن ليه رجاء. ونرجع نكمل موضوع الرجاء في باقي الحلقة. آمين آمين. طيب حضرة المخرج لو سمحت نكمل الجزء الباقي من الفيديو مع الأسيس الراحل الفاضل الأسيس ويسلي سكندر. الأحبة اللي وصلوا متأخرين للحلقة، نحن عم نعرض جزء بسيط صورته لهذا الفيديو لما زرت الأسيس ويسلي بآخر كم يوم من رحيله، كان بالمستشفى وتكلمت معه، وطبعا عرضنا الجزء الأول. على فكرة أحبائي، الحلقات حلقات برنامج أكثر من رأي بترجع بعد البث المباشر العالمي، تعاد في كل القارات مرة مرتين في الأسبوع، فياريت تتبعوا هذه الحلقة لو سمحتوا. تفضل حضرة المخرج. قلت له حديك حقنة شرجية قوية جدا هتوجعك وجع شديد، بس دي حياة وموت، ودي محاولات أنا شخصياً مش متوقع أنها هتجيب نتيجة. شربت الكوباية قبل ما يعملوا لي الإنما، وبعد ساعة ما لحقتش أروح دورة المية، صاروخ وضرب والأمعاء اتفتحت، وبيت أروح دورة المية 3-4 مرات في اليوم. جت سيرة، الدكتورة سيرة، قالت لي أكان بليفت، مش قادر أصدق، مش قادر أصدق أنا اديتك المشروب ده وأنا عارفة أنه مش هيشتغل، وما كنتش أوقع أنه يشتغل، ده أنت ما خدتش حتى الإنما. يعني المحلول اشتغل، المحلول الثاني، يعني المحلول الثاني حقنة الشرجية. نعم. إنما بقيت تتنط من الفرح، فشكرت الرب وقلت له يا رب والرب يكلمني وأنا نايم هنا، وبص لا أقول له يا رب أشكرك، أشكرك على المرض اللي أنت اديتهولي، أنا بشكرك، أنا مش زعلان، أنا بشكرك لأنه لما اديتني المرض قربتني ليك بطريقة ما حصلتش في حياتي. لا ده أنا أمرض طول عمري، بس خليني بالقربة دي لأنه ما أحلى القرب ليك، ما أحلى. أنا مختبر وفاكر نفسي إن أنا ابن لله، ها أنا ابن لله، مش ابن، بس مش بالصورة اللي أنا فيها دلوقتي. مجدا للرب. لا إحنا المؤمنين واخدين قد كده، لكن ده فيه بركات عظيمة لو نفتح له السكة ونقول له يا رب ادخل، يغرقنا بالنعم لأن احنا صراع ومصدرة بنستاهلش، لكن هو حبنا محبة فائقة. أفس يقول محبة فائقة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع، هو حبنا ده احنا اللي بنوقف عمله معانا، احنا اللي ما بنخلوهوش يملانا. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب، مجدا للرب، مجدا للرب. دكتور ميشيل، أنا بفرح بالروح الحلوة والإيمان اللي عند الأسيس ويسلي وبساطة الإيمان. يعني عم يشكر الرب في ضيقة. أنا شفت ناس كتير كانوا عم يسبوا لله وبيجدفوا على الله بسبب الضيقات اللي هم فيها، هو عم بيقول له أنا ما استاهلش. طبعا في نظرة مختلفة أنه المرض مش من الله، المرض من الشيطان، أنا مش هدخل في التفاصيل دي. هو كل اللي عم بيقوله أنه الموضوع ده خلاه يكون قريب جدا للرب وفرحان بالرب رغم الظروف. إيه اللي ممكن أقوله بعد؟ في الحقيقة أنا ليا تعليقين بسيطين جدا. تفضل. التعليق الأولاني أني
بنشكر الرب لأجلك يا سي جون. خليك الرب. لأنك لا تنسى خدام الرب. الرب يقويك. واللفتة الحلوة اللي عملتها مع الأسيس ويسلي بتذكرني بلفتة حلوة عملتها من أكثر من 5-6 سنين مع خدام الرب الأفاضل اللي هم كانوا يعتبروا أعمدة الخدام أو أعمدة الكنيسة العربية في سيدني هنا. مش أقول أسماء لألا أنسى أحد لأن ذاكرتي ليست كالمات. عملت معهم مقابلة، كانوا 4 خدام. نعم. أصغرهم كان 91 سنة. نعم وصاعدا. نعم. أنا فاكرهم. نعم. الأربعة وكنت مشارك مع حضرتك. نعم. لما عملنا لهم احتفال في الكنيسة في كونكورد. نعم. فنشكر الرب لأجلك لأنك لا تنسى خدام الرب، لأن الرب وصى واذكروا مرشديكم. صح. وإن ما كناش بنذكرهم يعني في حياتهم، فكما قال أحدهم أعطني وردة وأنا حي أفضل من أن تعطيني بكيات وردة على قبري. فنشكر الرب لأجلك لأنك بتكرم خدام الرب وهم يستحقوا الإكرام. لأنه الكتاب قال عنهم هذا الكلام في يوحنا 12:26، إن كان أحد يكرمني يخدمني فليتبعني، وحتى حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. نعم. فإكرام حضرتك للخدام هو يعني لمحة بسيطة جدا. وإن كانت لا تساوي شيء أمام إكرام الآب، لكنها يكفي تقدير وشعور حي لأولئك الخدام الذين خدموا الرب وضحوا من أجل الرب وعملوا من أجل الرب. هو دكتور ميشيل لو قطعت حضرتك قليلا سمح لي، بهالأيام نحن بأيام فيها روح عصيان. نعم. وتمرد، وحتى روح المحبة والمجاملة، وبعدين ناس كتير بتلاقيها قائمة على الخدام وقائمة على الكنائس. نعم. نعم. فلازم نضل نذكر نفوسنا إن كنا خدام أو مخدومين في الكنيسة إنه الإنجيل بيقلنا الذين يتعبون في الكلمة نقدم لهم كرامة مضاعفة. ده واجب. هلأ ممكن الخادم يضعف، ويمكن إذا ضعف الخادم نقوم نحن نقوم عليه وبدنا نذبحه لا ما هو ممكن يضعف، ما هو بشر، هو عبد لمولاه، هو لمولاه. ويكمل. لكن إذا كان يعني سوري إذا كان واقع بخطايا أخلاقيا مش مقبولة أكيد الكنيسة بتحطه على جنب، بس الخادم المسكين إذا ضعف هو مسكين. فلازم نضل نحن نحب خدامنا مش لأني أنا خادم. لا طبعا أنا بتكلم على الخدام. نعم. عامة. نعم. واخد بال حضرتك، هذه كلمة الله هيك بتوصل. الخادم له تقديره. نعم. وله احترام. نعم. وله مكانته. نعم. ومكانته فوق رؤوسنا جميعا. ما لا يهمنا ضعفه أو عدم ضعفه، لكن يهمنا أنه طالما موجود في حقل الخدمة وبيخدم الرب وله شهادة حسنة حتى وإن كان مش من كل الناس، لكن على الأقل أنه يكرم. نعم. وأعيد مرة تاني أنت لك الشكر في هذه اللفتة المباركة التي تعملها مع خدام الرب، وأرجو أن تكون هذه اللفتة مع الجميع وليس عن تحيز لأحد حتى لا يفهمني البعض خطأ. نعم. نعم. وهذه اللفتة بتدي معنوية ليس للخادم لأنه انتهى الخادم، لكنها بتدي لفتة معنوية لأسرة الخادم. نعم. وأسرة الخادم محتاجة إلى التشجيع باستمرار ومحتاجة إلى التعضيد، فلفتة مثل هذه عن الأسيس ويسلي وعن الخدام السابقين الذين حضرتك تكرمت وأكرمتهم في هذا البرنامج الكرمة. وإحنا عاصرنا هذا الكلام وأنا رأيت بعيني بتعطي لأسرهم شيء من المعنويات وبتنسيهم إساءة الآخرين لهم. يعني لفتة زي كده بتخليهم تينسوا الماضي. أكرر شكري لحضرتك يا سجون، والرب يباركك ويحفظك خادما للخدام. خليني إياك الرب يباركك ونشكرك، لأنه حضرتك حقيقة أكبر منا سنا ومرشد لنا. لا لا عفو. وفعلا كلامك مشجع والكلام اللي بتقوله على الشاشة رح يفيد ناس كتير لأنه بيسمعوا لك وبيحترموك. الرب يباركك. ودي بركة عظيمة. دي لفتة، دي ناحية واحدة. أما الناحية الثانية فبالنسبة للأسيس ويسلي. نعم. فالأسيس ويسلي كما قلت في الجنازة
انه والده صديق قديم بالنسبة لي. نعم. فانا شفت ويسلي كان عنده 16 سنة قبل ان يأتي الى استراليا سنة 71، فويسلي اصغر مني 10 سنين، وانا بعتبره انه هو الاخ الاصغر لي. نعم. وقد وجدت فيه فعلا اخ بصفة يعني علاقة الوالد معايا وعلاقة الأسرة في مصر، ونشكر الرب لأجلهم، فهم من عيلة خدام وعيلة مباركين جدا. ووسلي في آخر أيامه زي ما قلت له وسلي أنت وأنت ماشي في الطريق كان وشك دايما متجه إلى الأمام، دايما كده الواحد وهو ماشي في الطريق بيبقى وشه لقدام مش شايف غير الناس اللي قدامه، لكن الرب سمح ليك يا وسلي انك تنام على السرير عشان وشك ما يبقاش قدام، لكن عشان وشك يبقى مرفوع الى فوق الى رب الحياة الرب يسوع المسيح. فلذلك تقوى ايمانه وتشدد اكثر واكثر، وخدم اقول خدم في موته أكثر أو في مرضه أكثر مما خدم في حياته. التصقنا مع بعض هنا في استراليا، كان لنا خدمات مع بعضنا وزيارات مع بعضنا وزيارات كنائس وزيارات لملبورن، كما تشرف الفاضل الأسيس فرج وقال هذا الكلام في الجنازة، وكان لي نشاط، لكن شاءت عناية الله بأنه يقول له إلى هنا وقف. فوقف يوما من الأيام في 13 من الشهر الماضي وذهب إلى من قال له هذه الكلمات: اليوم تكون معي في الفردوس. أمين. الرب يباركك دكتور. طبعا يمكن البعض يقول ليش تأخرنا قليلا حتى عرضنا هالأمور هايدي، لأنه أنا كان عندي حلقات، لأنه دائما أنا عندي حجوزات لشهر شهر ونص شهرين، فحاولت قد ما فيي أقرب الحلقة، واتفقنا مع الدكتور الفاضل الدكتور ميشيل والدكتور الفاضل فرج، كنا مع بعضنا ببيت الأسيس ويزلي بعد الدفن دغري، اتفقنا أنه نعمل الحلقة بخمس الشهر اليوم يعني. نعم. فنشكر الرب، الرب يبارك جميع خدامنا، ونشكر الرب لأجل كل اللي عم يتعبوا وكل الأمناء فيكم وكل الناس اللي سهرانين، يمكن البعض عم يظلمكم والبعض عم بيحكي عليكم، مش مهم. الرب قالنا طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة. المسيح قال من أجلي، عم يحكوا عنكم من أجلي كاذبين، لكن افرحوا وتهللوا في ذلك اليوم، لأن أجركم عظيم في السماوات، لأن هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء الذين كانوا قبلكم، كانوا يظلمون لقبلهم. فنحن نفرح أنه في ناس طبعا بتقدر الخادم وبتشجعه، لأنه الخادم بشر ممكن يتعب، لكن نشكر الرب. الثقة الحلوة وين؟ أنه الرب يسوع حامل الخدام بيمينه بحسب سفر الرؤيا الإصحاح الأول، حامل الخدام الرعاة وسماهم كواكب، حاملهم بيمينه، فمهما يضعف الخادم هو محمول في المسيح. نعم، هو محمول في المسيح، ولكن نعم. أرجو أن الخادم يراعي أيضا مركزه في المسيح. هذه نقطة مهمة كمان. أمين. يعني حتى لا يتسيب في أمر ما، ما يتسلط ولا يتسلط في أمر، لأنه القديس بطرس بيقلنا أنه وليس كمن يسود على الأنصبة. يعني نحن ما بنقدر نسود على نصيب الرب وعلى شعب الرب، ما بنقدر. وأنا برضو بعد إذن حضرتك أوجه كلمة للشعب نفسه. يعني ساعدوا الخدام، اكرموا الخدام، ضحوا من أجل الخدام. نعم. وثقوا تماما بأن عملكم ليس باطلا في الرب. آمين آمين. طيب رح ناخد للأخت نهال. أخت نهال ربي باكك، طولت عليك قليلا، ولو طولت قليلا أيضا على الأسيس فرج، بس ياريت تكوني بسرعة أخت نهال، لأنه بدي كمل الموضوع وتأخرنا شوية بزيادة عن زوم، فياريت تكون تعليقك هالمرة شوية بسيط، بس سمعنا صوتك ونفرح بصوتك. ربي باكك، تفضلي. تمام يا حضرة الأسيس، برحب بحضرتك، وفعلا بس بقول انه دايما مش تكبر روحي ان احنا نقول ضامنين الحياة الأبدية، ولانه ده الهدف الأسمى اللي مفروض كل مشاهد يعيش من أجله، لان حياتنا طالت ام قصرت على الأرض صحيح. حتما ستنتهي يوما ما، لكن اللي يهمنا بكل أمانة ان احنا نعيش للرب. ومش عايزة اضيف اي حاجة، لكن سؤالي بس في الحتة اللي اثرتوها بخصوص الرجاء في الحياة الابدية، كلنا عارفين ان الكل بيسعى في حياته في كل الاديان ان يرضي الخالق، عسى ان يكون له حياة في الجنة بلغة الاسلام او حياة في السماء بلغة المسيحية. فكلنا بنشوف لما حد بيتنقل
ويفارق الحياة بنلاقي مكتوب عنه بالنص انتقل إلى الأمجاد السماوية. وهنا بنلاقي المعارضين بيقولولنا انتوا جبتوا الثقة دي منين؟ ما يهوذا أهو اللي بين قوسين تلميذ الرب يسوع أكيد كان عنده هذا الرجاء لكنه لم ينفعه بشيء لما فعله. فسؤالي هل الله يضمن وعده ولا هنلاقي بجد مفاجآت في السماء وناس يعني كنا متوقعين نشوفهم مش هنلاقيهم والعكس صحيح؟ وآخر حاجة لو أنا فعلا ده تكبر من عندي لأنه في ناس من قلب المسيحية بيقولوا انتوا ده تكبر انك تقول انا ضامن الحياة الابدية وخلونا نكون زي الاسلام يعني انه ما لم يتغمدنا الرب برحمته مش هندخل الجنة. فعايزة بس حضراتكم تلقوا الضوء على الحتة دي والرب يبارك. الرب يباكك، شكرا جزيلا. الرب يباكك اختي اسيس فرج. الرب يباكك. ايه اللي بتحب تقوله يعني حول الجزء الثاني من الفيديو اللي عرضناه للفاضل الراحل الأسيس وزلي؟ وممكن ناخد التعليقين دول مع حضرتك لو سمحت إذا بتحب. تفضل أسيس فرج لو سمحت. معلش سمحنا طولنا عليك شوية. الكلام اللي سمعناه بالفيديو هي شهادة حية طبعا. نعم. كتاب بيقول ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. نعم. خلاص كده الوقت خلص، الخدمة خلصت، سمع الصوت نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. وده الرجاء اللي كان عند الفاضل قس ويسلي زي ما سمعنا بطريقة مفصلة من الدكتور ميشيل. هو كان صديق مقرب، يعني قعدنا حكينا، يعني كان لا يهاب أحد، جريء جدا، لكن خلاص كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. كان عنده رجاء. الكتاب المقدس بيقول فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة. الرجاء هو انتظار مجيء الرب يسوع المسيح حسب وعده. أنا ماضي لأعد المكان، ومتى أعددت المكان آتي وأخذكم إلي. أو لو تأنى الرب في مجيئه إحنا ذاهبين ليه. الموت في العهد القديم كان طريق الأرض كلها، فكانت الناس في العهد القديم يهابوا الموت، يخافوا من الموت، يرتعبوا من الموت. لكن في العهد الجديد ربنا ادانا روعة استقبال الموت لان لينا رجاء. وده بياخدني للإجابة على سؤال اختي نهال، انه الله وعد والذي وعد هو امين. عدم امانتنا لا يبطل امانة الله. الله وعد انه كل مؤمن اتغسل بدم المسيح قبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياة أبدية. كتاب بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فده مش كلامنا، أنا مش هصدق كلام الناس وكذب كلام الرب يسوع. رب يسوع بنفسه قال نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. إحنا عندنا يقين بالإيمان. هذا ليس كبرياء، هذا الثقة. بالرغم من ضعفي، بالرغم من عدم أمانتي، بالرغم من كل العيوب اللي فيا، لكن الله يظل أمين. الله يظل أمين. هو وعد، وعده أمين ولن يتراجع عن وعده أبدا. النقطة الثانية، الله يعلم الذين هم له. يا أختي نهال، يمكن إحنا مرات هنا نتخدع، مرات الأشكال والأقنعة تخدعنا، لكن الله لا يخدع من أحد أبدا، حاشا لله. الله لا يشمخ عليه، والله ليس عنده محاباة. أولاد الله الحقيقيين المفروزين المكرسين اللي عندهم ثقة في غفران دم الرب يسوع لهم حياة أبدية. الذي يؤمن بالابن له حياة، والذي لا يؤمن بالابن ليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله. هذا هو إيماننا المسيحي، وهذا هو كتابنا المقدس. وأنا برجع تاني للدكتور ميشيل وبتكلم عن الرجاء اللي كان عند الأسيس ويسلي في إيمانه أنه ليه بيت في السماء، أن له مكان منتظره. وكان دايما ويسلي في الزيارة الأخيرة ليا بيقول لي أنا فعلا مستني، وكنا بنردد وإحنا قاعدين ها أنا آتي سريعا. يسمع بيقول كده، الكتاب بيقول ها أنا آتي سريعا. هو كان بيردد وبيقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. ما كانش خايف أبدا، ما كانش قلقان أبدا. عشان كده الرجاء اللي لينا أختي نهال
وثقتنا في كلمة الله ووعود الله بتدينا علاج نتحمل الألم ونصبر على كل ألم، سواء كان ألم جسدي أم ألم نفسي أم ضغوط من الاضطهاد أم ضغوط من العالم على الكنيسة دلوقتي. الكتاب المقدس بيقول أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. عشان كده الألم اللي بنجتاز فيه سواء كان مرض معين أو اضطهاد معين، ده بالعكس بيخلينا نتمسك ويبقى عندنا ثقة أكتر. الرجاء المبارك حافز لكل المؤمنين يعيشوا حياة القداسة والتقوى. بيقول في رومية 12 هذا وإنكم عارفون الوقت إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين أمنا، قد تناهى الليل وتقالب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. الرب قريب، الرب على الأبواب. كل الدلائل اللي حوالينا والحياء اللي حوالينا، الفساد، الأخلاق الغير مسبوق اللي حوالينا، بيقول إن الرب قريب جدا جدا على الأبواب. الرب واستعد يا إنسان للقاء إله. أمين. أشكرك جدا حضرة الأسيس، ربي باكك. طيب حضرة الأسيس، في سؤال، يعني في أسئلة، بس في سؤال من الأخت رباب. حلو حلو، يعني بيعطي هيك توضيح عن الاختطاف. بتقول في الأخت، عم حاول لقيه بسرعة لأنه هو على الأواخر كان. أوكي أورايت، لا لحظة لقيته لأنه طويل. بتقول الرب يباكك أسيس جون ويستخدم خدمتك لمجد اسمه القدوس. سلام ونعمة للخدام الأفاضل، وسؤالي موجه للقسيس ميشيل لو تكرمت. بتتكلم بتقول بعدد بأعمال الرسل 2 والعدد 27 بيقول الرب يسوع كنبوءة بيقول لك، لا بيقول لن تترك، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع قدوسك يرى فسادا. وفي هذا دليل على قيامة المسيح من الأموات. لكن عندما يأتي الرب على سحاب المجد، الرب يسوع سيخطف الكنيسة لتلاقيه على السحاب، وبالتالي المؤمنون المخطوفون اللي حيتم فيهم فعل الاختطاف لن يروا الموت ولا أجسادهم تنزل إلى الهاوية أي إلى القبر. فما هي المعادلة في عدم ملامسة المختطفين، يعني اللي خطفهم المسيح للسماء، ملامسة الموت؟ أو هل ساعة الاختطاف تكون ساعة موت أرضي ثم ملتقى الرب على السحاب بأجساد ممجدة والرب يبارككم؟ يعني نحن نعتبر أنه اللي رح يخطف مش رح يدوق الموت طبعا، ونحن الأحياء. أحب بس أقول للأخت نهال. أوكي الأخت نهال، لأن الأخ الأسيس فرج جاوب شوية، هو جاوب بس أنا في نقطة عاوز أضيفها بس بسيطة، أنا مش أعلق ولا أي حاجة. ليس كل من كتب عنه انتقل إلى الأمجاد السماوية انتقل إلى الأمجاد السماوية. صريح جدا يا دكتور. ما لابد ان احنا نكون ده هذا برنامج. يس. وفي الاف بيشاهدونا. لازم اذا مش ملايين او ملايين. لابد ان نكون صادقين مع انفسنا ومع الاخرين. فقالوا بان ليس كل ما كتب في الجرائد هو صدق. يس. بل هناك اناس بتكذب. فكيف يكون الخاطي وان كان يدعى اسمه انه مسيحيا بالاسم، واسمه ميخائيل أو ميشيل علشان نريح دماغنا، فكيف يكون هذا إن لم يكن قد نال الحياة الأبدية؟ الأمر ليس بأنني أكتب أنه انتقل إلى الأمجاد السماوية، ربما أكذب، لكن هناك جزم عند المؤمن فقط. يس. الذي تعرف بالرب يسوع. هو ممكن مش عم نكذب، ممكن غلطانين يعني. نعم. لا ما هذا كذب. هو ليس هو غلطان، كذاب وغلطان، ده الاثنين مع بعض. فضل. هو شريك في الاثنين. فكيف يمكن أن أقول لمن لم يختبر الحياة الروحية ومن لم يختبر خلاص المسيح ومن لم يأخذ المسيح مخلص شخصي لحياته ومن لم يستطع أن يقول بأن الأشياء العتيقة مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، كيف أن أقول له انتقل إلى الأمجاد السماوية؟ لكن واحد فقط يمكن أن نقول له أنه انتقل إلى الأمجاد السماوية، هو ذاك الذي قال مع الرسول بولس لأنني عالم بمن آمنت وموقن
أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى هذا اليوم. إلى ذاك الذي قال جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. معلش أنا حبيت بس ألفت نظر الكل عشان ياخد باله، لازم يكون الشخص 100% مختبر خلاص المسيح بالضبط كده، وعاش حياة الإيمان المسيحي. ممكن نتكلم بس مش عايشين. أمين. تعال للنقطة الثانية بتاعة الأخت اللي بتسأل السؤال. رباب. هذا الكلام يجيب عليه الرسول بولس في أصحاح 15 من الرسالة الأولى إلى كورنثوس، عندما قال هذه الكلمات، فإنه يتكلم عنه هذه الأقوال، عدد 52، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. نعم، ابتلع الموت إلى غلبة. ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك؟ فيبقى أين شوكتك؟ وهذا الكلام ورد في هوشع أيضا 13، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فكل الأحياء الذين ذكرهم الرسول بولس في تسالونيكي الأولى أصحاح 14 ونزول، أيوة من 14 فما بعد، كل هؤلاء الأحياء الذين كتب عنهم هذه الكلمات، أن الراقدون بيسوع المسيح، يعني مش كل الراقدين، لكن مش كل الميتين بالمعنى الأصح، عشان ما ندخلش في اللبس بين الراقدون والأموات، لكن كل الذين ماتوا في المسيح يسوع سيقومون، ونحن الأحياء سنتغير، ونحن الأحياء لا نموت، لأن هذا هو القانون الكتابي. بس أمر عجيب حضرة الأسيس. نعم أمر عجيب، يعني أنه المجموعة الأخيرة في الزمان الأخير رح يكون لهم بركة زيادة عن اللزوم، وهل لأنه في ضيقات رح يجتازوا فيها شوي في الزمان الأخير؟ وهل يمكن أن تقول لي أي أمر عمله الرب ليس عجيب؟ 100%. بس انه كفكرة بس توضيحية، هل انه لانه حتكون الكنيسة في الزمان الاخير خاصة قبل ما ندخل في الضيقة العظيمة؟ نحن مش هندخل في الضيقة العظيمة طبعا، بس قبلها مش هندخل في الضيقة اصلا، مش هندخل، بس انه قصدي قبل ما نوصل حيكون في المسرح شوية شوية عم يعد. هل خلي بال حضرتك ان احنا ما زلنا بنعاني من هذه الضيقات. نعم. من يوم ما كتب الرسول بولس في أعمال 14 أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، ويوم ما قال لنا ادخلوا من الباب الضيق، ويوم ما قال هذه الكلمات إني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد، من يوميها والكنيسة تنتظر أن يجي الفرج لكي ما نكون عند الرب. آمين آمين. رح أخذ مكالمة، اسمح لي لو سمحت، وبعدين تحول للأسيس فرج. بعدين معنا مكالمة من الأخ نزار من ملبون. أخ نزار، عفوا أنا طولت عليك قليلا بس حتى ما أقطع الموضوع ونخسر التواصل. تفضل يا محبوب، تفضل حضرتك معنا على الهواء. مساء الخير أسيس جون. أهلا بك. مساء النور نيشال. مساء الخير. أهلا بك أسيس فرج. ربي باكك. أنا بس أحب أداخل وياكم، ربي يبارككم على هذا البرنامج. ربي باكك. وأنا أريد أأيد كلمة القسيس فرج. أنا نزار. أهلا أخ نزار. أنا أؤمن بالرب يسوع. ربي باكك ربي باكك. الطب، نؤمن بالطب في المجال القسيس ميشال. أنا قالوا لي أنت ميت، زوجتي والأولادي، وهاي صار لي من 2017 لحد هذا اليوم أنا عايش. مجداً للرب. آمين آمين. شهادة القسيس فرج والرب يعزي القسيس وسري، جت فترة من فترة صلى وهو القسيس فرج يعزي زوجته الأخت كريس وابنه وبنته، ومع المسيح فذلك أفضل جدا. آمين. ربي يعزي عائلته
ويعزي كل مؤمن، يعزي كل خادم. الرب يباركك يا محبوب، شكرا. وقدنا هذا القصد. نؤمن بالطب. آمين. بس إيماننا قوي بالرب يسوع المسيح. الرب يباركك يا محبوب، شكرا، شكرا لأجل التواصل، وشكرا لأجل محبتك أنك تفتح الحديث على الهواء. الرب يسوع من قال المرثى في إنجيل يوحنا الإصحاح 11، قال لها أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. نعم. قال لها تؤمنين بهذا؟ قالت نعم يا سيد، إن قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. أمين. أشكركم. الرب يبارك. أريد أضيف بأن الرب يسوع ويانا من الآن وإلى أبد الآبدين. هاللويا هاللويا. شكرا يا أخ نزار، الرب يباركك ونشكرك لأجل المداخلة. بعد معي كم دقيقة، يعني عنا حوالي 9 دقائق 10 دقائق. الرب يباركك يا محبوب ونشكر الرب من أجلك. أحبائي طبعا الأخ نزار اللي قاله، وطبعا في اختبارات كثيرة مع الخدام، لابد الأسيس ميشيل صارت معه والأسيس فرج صارت معه، وأنا لاحظت أنه في معنى الأخ معنى أخ هون عم بيشاهدنا، شفت اسمه من دون ما اتصل فيي أخ بيعرفه، قال لي حمالة هذا الشخص عم بيموت بمستشفى فيرفيلد هوسبيتال، والعائلة كلها مجتمعة واللي عم يسمعوني بيعرفوا أنه عم بحكي كلام، فياريت أنه تجي بس تشجع العائلة وتصلي، لأنه الرجال شلوله كل الأجهزة وخلص، يعني خلال كم ساعة لازم يموت حسب ما أنا افتهمت، أو بتلك الليلة لازم يموت خلص، وقفوا كل شيء. رحنا صلينا أنا والأخ الثاني وصلينا عليه، مش قادر اتذكر اذا دهنته بالزيت، بس صلينا عليه باسم الرب يسوع وطلبنا وقلنا له يا رب انت قادر تشفيه اذا مشيئتك انه بعد يكمل، واذا مش مشيئتك انه يكمل امين يا رب اعطيه يكون جاهز. خبرناه، هو طبعا غايب مش سامع، مليان منفوخ كده وخلص راح. صدقوني يا جماعه رجع عاش سنتين من بعديها، واقول الصدق في المسيح، ومش مره واثنين، صلينا لناس كتير. فهلا الأسيس وزلي صلينا له والرب عطاه طولة بال وطولة مجال، قصدي بس خلص جاء الوقت وراح. فما بنفشل نحن إذا صلينا والرب ما سمع، وصلينا والرب سمع، لأنه دي مشيئة الله. وأنا هذيك اليوم كنت عم أقول بالكنيسة أنه طب لما نحن منصلي لأجل شخص أنه يمرض ويصح، يمرض ويشفى، طب بدنا نعيش إلى الأبد؟ لا، بده يجي وقت لازم نرحم. أليش عمات بمرضه الذي مرض به، وكان نبي عظيم. فنحن منسلم للرب، لكن أهم شيء مثل ما سمعنا من الخدام الأفاضل، هل نحن جاهزون لتلك اللحظات، لحظة الرحيل والوقوف أمام الله؟ هل نقف أمام المسيح كالمخلص الفادي والشفيع لنا، أم نقف أمامه كالديان لأنه هو المخلص وهو الديان؟ أسيس فرج الرب يباركك، تفضل لو سمحت نتكلم قليلا شوي عن موضوع الرجاء إذا بتحب، أو النقطة الأخيرة اللي بتحب تقولها، لأنه بعد معنا حوالي 7 دقائق بتصور، تفضل. أتوقع يا حضرة الأسيس ما فيش حد هيقدر يفهم ده إلا إذا دخل الأقداس وفتح قلبه للرب يسوع وقال له يا رب علمني وفهمني. نعم. موضوع الرجاء والحياة الأبدية إحنا مش بنكسبه بأعمالنا ولا لأن إحنا نستاهل. نعم. ليس بالأعمال كي لا يفتخر أحد، بل بالنعمة أنتم مخلصون، وده الرجاء. مش كده بيقول الكتاب المقدس؟ إذ يا إخوتي الأحباء، بعد ما تكلم الدكتور ميشيل كنت أتمنى يقرأ الآية رقم 51، هو ذا سر أقوله لكم، لا نركض كلنا لكننا كلنا نتغير، كلنا نتغير، الأحياء والأموات اللي هم هيقوموا كلنا نتغير. عشان كده الكتاب بيقول في عدد 58، إذ يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. وأنا منتظر تحقيق الرجاء، أنا مثل العذارى الحكيمات، أنا مستني بقول له يا رب ساعدني أن أنا أكون منتظرك بقلب أمين، وسامحني يا رب على كل سهوات وكل زلات. بالنسبة للمؤمن الخطية أصبحت شيء ماضي، يقول الكتاب مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بموت الرب يسوع المسيح على الصليب
وبقيمته أصبحنا كمؤمنين منفصلين عن العالم. الله لم يرسل ابنه للعالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. عشان كده الكتاب بيقول كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة. الحياة الأبدية هي منحت لينا مش بس لما المسيح قام من الأموات، لكن الحياة الأبدية بتمنح لينا لما نؤمن ونقبل قيامة المسيح حقيقي في قلوبنا. لما نؤمن أن الرب يسوع المسيح قام من الأموات، هنا بتبدأ الحياة الأبدية في حياتنا، وهنا يبدأ حصولنا على الحياة الأبدية. أنا بصلي في الختام يا حضرة القسيس، أنا بصلي فعلا من قلبي إن إحنا نقعد ونراجع حساباتنا. الحياة قصيرة جدا، والموت عدو بيأتي في أي لحظة، وعدو غير مرغوب فيه، وعدو يعني غير مرغوب تماما إن إحنا حتى نفكر فيه. إحنا بنترعب حقيقي لما تيجي سيرة الموت، وده حقيقي حدش يقدر ينكر. لكن المؤمن مختلف، المؤمن دايما مختلف، مؤمن دايما مستعد. عشان كده أنا بقول لإخواتي اقبل الرب يسوع بالإيمان، اطلب من ربنا يفتح قلبك ويدخل في حياتك، قول له يا رب ساعدني أكون مستعد للقائك. آمين. أشكرك جدا يا محبوب، الرب يباركك. بقى معنا لو سمح الوقت بس قليلا ناخد من حضرتك التعليق الأخير لو نص دقيقة. أسيس ميشيل، حضرتك قلت لنا بك تحكينا عن الهاوية اللي هي طبعا الهاوية كالقبر، أو أحيانا الهاوية اللي فياريت دقيقة، والدقيقة الثانية لو سمحت سؤال من الأخر. ما كفوش الدقيقتين، ما هو لا بدك تختصر، لأن بعد معنا خمس دقائق كلهم سوا على بعضهم، يعني نهاية البرنامج كلها خمس دقائق. وسؤال ثاني من الأخت ريم بيقول هذا الكلام المبارك أبونا دفع يعني حتى أسأل سؤال، من أنكر السيد المسيح وتاب ولكن من جراء نكرانه ضلل أناس كثيرين، يعني قصده حتى أنها عم تقول تقصد وحده أصبحت تهين وتشتم السيد الرب، يمكن قصده ناهد متولي، وتبقى نتائج نكران هذا الشخص مستبرة. هل يغفر له الرب حتى وإن تاب؟ الرجاء الجواب يعني بسرعة لو سمحت. والنقطة الثالثة كمان، الأخت مارجريت بتقول في ناس مؤمنين بس شفتهم قالت أنا شفتهم أنه بخافوا قبل الموت، إزاي مؤمن وعنده كل المواعيد والرجاء وبخاف قبل الموت؟ يعني دقيقة لو سمحت. أو كلهم على بعضهم عبودية مش متقلقش. السؤال أني الله بيقبل كل إنسان يأتي إليه. نعم. فأنا في تصوري أني التي أنكر أو أنكرت المسيح أو أنكر المسيح ورجع تاب فعندنا مثل واضح وهو بطرس. نعم. الرسول بطرس. نعم. فليس هناك أعظم من الرسول بطرس، ولكن ليس هناك أشنع من الرسول بطرس بالموقف ده، في الموقف ده. نعم. الحساس يعني. نعم. لأنه لم يصدر من إنسان صغير. لكن مع شخص قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. نعم. لكنه أنكر ثلاث مرات، لكن الثلاث مرات خلوه يخرج خارجا ويبكي بكاء مرا. هذا البكاء على ما أذكر أو على ما أظن بأنه غسل النكران الذي أنكره بطرس. فهذه هي دموع التوبة التي يقدرها الله ويقدرها تقديرا عظيما. والرب شافه أنه من خوفه وضعفه. نعم. خاف ونكر المسيح، بس كان لسه الروح القدس مش ساكن فيه كمان. بغض النظر على نقطة. نعم. الروح القدس، لكن بتكلم على بطرس كشخص، كموقف. نعم. فهو تاب توبة حقيقية. نعم. فكل الذي حدث منه مثل هذه الأمور ورجع إلى الرب. يس. فما زال القانون موجود، كل من يقبل إلي لا أخرجه خارج. نعم. والنقطة الثانية أنه مؤمنين على أساس مولودين ثانية. النقطة الثانية، المؤمن إذا خاف من الموت هو لا يخاف من الموت كشخص الموت، لكن عنده أمور في حياته. مثلا واحدة بتقول مش عاوزة أموت، أنا سمعتها بنفسي يعني. نعم. مش عاوزة أموت عشان ما أحزنش ولادي.
ما خليش ولادي يحزنوا بعدية ويتأثروا بعدية وهكذا. وأنا هذا الأمر بيجي ببالي كمان. يعني فده موجود، لكن ليس خوف من الموت نفسه. نعم. هو لا تخاف من الموت نفسه، وممكن يكون خايف إن عنده خدمة عاوز يكملها، زي ما قال الرسول بولس: إن كنت لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد، ما هو برضو مش عاوز يموت، ألزم من أجلكم أن أبقى في الجسد، لا أريد أن أخلعها ولكنني أريد أن ألبس فوقها لتنخل ساسجون. طيب أمين أمين. الهاوية هي القبر. أما الهاوية فإنها هي عبارة عن لها تفسير كثيرة جدا، وهي أيضا البعض يقال عنها هي القبر، ولكن في كتب أخرى ولا سيما في كتب ديانات أخرى يقولون عنها بأنها جهنم، لكنها في الحقيقة هي عبارة عن هو، جاية من كلمة هو، هاوية يعني جاية من هو، هوى. وهوى لا هي ليست هوى، لكن هوى يعني سقوط، يعني يهوي قصدك أو يهوي، لأن الهوى ممكن يقال أنه الحب، لكنني لا أريد أن آتي إلى هوى في الهاوية. فإن كان يحب بعيد عن الرب فهو يهوى في الهاوية، لكن إن كان يحب الرب فهو لا يسقط في الهاوية لكن سيسقط في مراحم الله العظيم. آمين آمين. أشكرك جدا أسيس فرج. لو سمحت آخر يعني زي ما تقول ربع دقيقة لأن الوقت خلص. آمين. بس المخرج عم يطول باله علي. عايز أختم أحد الأسيس وأقول أنه أي حد خارج دائرة المسيح هو ميت فعلا. صحيح. كل اللي بيؤمن بالمسيح ليه حياة. آمين. والفرق بين المسيح المؤمن، وحط خط تحت المسيح المؤمن وغير المسيحي، هو الفرق بين الحياة والموت. يس. المؤمن المسيحي بيموت جسديا لكن اسمه مات في المسيح، فرغم موت الجسد لكنه لا ينفصل على المسيح، والموت مش خسارة لي بل هو ربح. يس. أمين. أشكرك جدا. الرب يباركك. أقول بس آية للمستمع. نعم. إنه مش هيموت قبل معاده، فهو لي معاد. نعم. وحط الآية دي وأراها فقط وحضرتك أتركك الأخير. فضل. أيوب 14:5: إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه. فلا يتجاوزه. خلص. أمين. اللي كتبه الرب خلص حيصير. أنا خلص. هللويا. أشكرك جدا حضرة الأسيس دكتور ميشيل، ونشكر رب من أجل الدكتور الأسيس فرج حنا أيضا. رب يبارككم، كفيتوا وفيتوا، ورب استخدمكم، وحلقة مباركة. أصلي أن تكون سبب بركة للجميع. أحبائي، كيف بدي أطلب الرب يسوع؟ إذا روح الرب لمس قلبك قل له: يا رب يسوع أنا خاطي، أنا خاطئ، بس أنا أتوب إليك، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك. المسيح مات بجسده البشري، مش كالله كإنسان، لكن هو الله الظاهر في الجسد، مات عني وعنك وعن الجميع، وقادر يخلصنا جميعا. قل له: يا رب غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية، كل نعمة ومجانا على حساب دم المسيح، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. هذا الإله الواحد هو إله مثلث أقانيم. للرب إلهنا الكرامة وكل المجد. أحبائي، بشكر كل اللي كتبوا لنا ويتواصلوا معنا. الرب يبارككم. إلى اللقاء في حلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه. الرب معكم.